دخلت خدمة أبل باي حيز التنفيذ وبدأ معها عهد جديد من الاستخدام الإلكتروني الآمن والسهل والسريع للتعاملات المالية عبر مختلف أجهزة أبل الحديثة. الخدمة تقدم عن طريق الكريدت كارد بإمكان يعني أي شخص عميل في بنك الخليج عن طريق إضافة بطاقته الائتمانية أو بطاقته السحب الآلي، ويستخدم هذه الخدمة لتسهيل معاملاته والدفع عن طريق كل نقاط البيع اللي موجودة في الكويت. طبعا الخدمة هذه من أهم الخدمات اللي تقدم، وأعتقد في عليها يعني رغبة كبيرة في الكويت، ويعني أشوف أن كثير من الناس تنتظر هذه الخدمة صار لهم فترة طويلة. مثل ما قلنا حملتنا الإعلانية حي الله من يانا، حي الله من يانا، وفخورين إن إحنا نكون من أوائل البنوك أننا نطرح سيرفيس اللي هو أبل باي. أبل باي سيرفيس مخصص حق أجهزة أبل، اللي كان تليفون آيفون أو الأبل واتش أو أجهزة أبل إن جنرال. الهدف من الأبل باي أن تكون البيمنت سريعة، البيمنت آمنة حق عملائنا. إقبال كبير من العملاء على استخدام التطبيق رصدته البنوك بعد مرور ما يقارب 24 ساعة على بدء تشغيل الخدمة. أول 24 ساعة يعني من أمس إلى اليوم تقريبا كان عندنا أكثر من 25 ألف بطاقة تم تفعيلها، وكان في تقريبا أكثر من 6500 عملية في أقل من 24 ساعة، وهذا يدل على الإقبال الكثيف على هذه الخدمة. الخدمة آمنة 100%. الخدمة مجرد أن تضيف الكرت في التطبيق اللي هو الوالت في الأبل باي، الرقم الكرت يختلف، خلاص راح يكون لما نشتري أي شيء الرقم الكرت يختلف، فالسيرفيس 100% آمنة، 100% سريعة، فالعقبة الوحيدة أن جهازك يكون من غير شحن. وفق القائمين على تطبيق أبل باي في المصارف الكويتية، فهو يمتاز بالسهولة والأمان، ما يتيح للعميل استخدامه براحة وسلاسة ودون قلق، ويوفر الوقت بأقل جهد. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.